اهلا بحضراتكم من جديد في ليله مباراه الاهلي والترجي الهامه جدا. منورني وشرفني ضيوفي في الاستوديو الكباتن الكبار نجوم مصر النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ماهر امام. اهلا بيك. اهلا ميدو. اهلا بيك حبيبي، ربنا يخليك يا رب. ايضا النجم الكبير نجم مصر النادي الاهلي كابتن محمد حيشه. اهلا بيك كابتن. ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. يعني زي ما قال كمان الصحفيين التوانسه، مباراه بياكدوا ان هي مباراه مهمه جدا، لكن استوقفني الحديث الاخير مع محمد سعيد للصحفي التونسي اللي بيقول فيه ان الترجي او محمد سعيد بيساله بيقول له المواجهات في مصلحه النادي الاهلي، وهو قال له احنا ما بنعترفش بالمواجهات اللي فاتت، احنا المواجهات اللي جايه. وده فعلا صح وظاهره صحيه جدا. الاحصائيات زي ما قلت قبل كده لا تعني الواقع ابدا، الاحصائيات بتفيد ما هو فات، لكن ما هو قادم ما حدش يعرف حاجه خالص، بالذات المنافسات الافريقيه. كابتن ماهر همام، يعني مباراه صعبه جدا، مباراه ما كناش نتمنى انها تكون مع الترجي في افتتاح البطوله الافريقيه او في افتتاح المشوار الافريقي في دوري المجموعات. المباراه بتاتي بعد هزيمه او ثانيه للنادي الاهلي، وانا شايف ان هي، انا قلت في الانترو لو كنت حضرتك سمعني، ان هي هزائم صحيه جدا للنادي الاهلي، ان هو لازم يخسر عشان يفوق. مفيش مكسب على طول، مفيش استمرار في المكسب زي مفيش استمرار في الهزائم. بالظبط. شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك في الاول؟ انا معاك في المقوله ديت، ان فعلا النادي الاهلي في خسارته المباراتين في الدوري المحلي او كاس مصر والدوري العام مع نادي الزمالك فدي صحيه وارده طبعا. البطل لما بيوصل للقمه يا كابتن ميدو عشان يحافظ على القمه دي، الكيرف بينزل، يعني الرسم البيادي بتاع اداء النادي الاهلي خلال مشواره السنتين اللي فاتوا وصل للقمه بشكل كبير جدا. عشان يحافظ على القمه كابتن ميدو لازم يحصل دروب، من خلال الدروب ده تقوم بقى المؤسسه الكبيره، مؤسسه النادي الاهلي، البطل بطل القرن. بالظبط. من خلال طبعا ادارته، ومن خلال جهازه الفني، من خلال اللاعبين المميزين اللي هم بيعتبروا افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي مش في مصر بس، وجمهور بقى جمهور النادي الاهلي العظيم اللي طبعا اللي عنده الثقافه والرؤيه، لما بيبدا يحس ان فرقته محتاجاه فعلا بيلبي، وده مش جديد على جمهور النادي الاهلي، لكن طول عمر جمهور النادي الاهلي سباق ولماح، وبيبدا يحس ان اللعيبه محتاجاه ففعلا بيقف بجانب اللاعبين. مباراه الترجي زي ما انت قلت يا ميدو، ان التاريخ اللي بيننا بين الاشقاء التوانسه تاريخ قوي وتاريخ حافل، طول عمر شمال افريقيا مميزين بادائهم داخل بلادهم وخارج بلادهم، وبالذات الكره التونسيه. الكره التونسيه يمكن مشرفانا كمان في كاس العالم مع مصر ان شاء الله باذن الله في كاس العالم 2018. فالكره التونسيه طول عمرها كابتن ميدو كوره ليها شكل وطعم، يعني انت لما تبص كده تقول ايه، اداء شمال افريقيا ليه شكل مميز داخل بلادهم وخارج بلادهم. فتونس بتعتبر منافس قوي جدا لمصر من خلال المنتخبات، من خلال الانديه، زي ما احنا شايفين الترجي من الخبرات اللي موجود عليها بيصل لهذه البطوله وبيقدر يكسب بطولات افريقيه على مستوى ابطال الانديه. يمكن الترجي بيعتبر زي النادي الاهلي هناك مؤسسه كبيره جدا ليها اسم وليها باع في الكره التونسيه والكره العربيه. نادي الترجي التونسي بطل الدوري، فاضل له يمكن اسبوع وينهي الدوري التونسي. هو بطل الدوري، لعب 25 مباراه، فاز في 17 وتعادل في 6، خسر مباراتين بس في الدوري التونسي، له من الاهداف 44 عليه 17 هدف، حقق 57 نقطه، يعني بيعتبر من زي النادي الاهلي. بالزبط. من ناحيه الشكل ومن ناحيه البطولات ومن ناحيه، لسه هنتكلم على الجانب الفنيه، لكن انا بكلمك على تاريخ الفرقتين وتاريخ نادي الترجي. فنادي الترجي بطل تونس هذا العام، ويمكن حصل على بطوله الدوري التونسي اكتر من 17 مره، وده تاريخ للكره التونسيه بتمثل فيها الترجي. النقطه الثانيه يا كابتن ميدو، انك انت اتكلمت مع نجم تونس كابتن طارق دياب ونجم العرب، بنحييه طبعا من خلال استوديو استاد الاهلي. طارق دياب اتكلم بشكل كبير جدا على تاريخ النادي الاهلي، وعنده درايه بالنادي الاهلي من ناحيه التاريخ، من ناحيه الاداء الفني، اشاد بالجهاز الفني وحسام البدري، اشاد باللاعبين كمان. يمكن بعت رساله من خلالك لكابتن مصر والنادي الاهلي، وبنقول له الحمد لله على السلامه كابتن محمود خطيب، اللي هو بيحييه تحيه خاصه ويتمنى له الشفاء العاجل. فدي حاجه يعني بنحيي كابتن طارق دياب على هذه الكلمه، ومن خلال حضرتك كابتن ميدو. اكيد يا كابتن ماهر، يعني كابتن طارق دياب زي ما كابتن ماهر قال نجم كبير
في سماء الكرة العربية، وكابتن طارق دياب أثنى على كابتن حسام بدري أيضا، وطبعا هنأ كابتن محمود الخطيب برجوعه بالسلامة لناديه ولوطنه مصر. زي ما بنتكلم برضو في محور الحديث يا جماعة، وبأكد وبقول تاني إن خسارة الأهلي دي حاجة صحية جدا وبتحصل في كل العالم. مفيش فرقة بتفضل كسبانة على طول، مفيش فرقة بتفضل خسرانة على طول، لكن في فرقة بتفضل خسرانة على طول بصراحة. يعني مانشستر سيتي الفريق الكبير الفريق الإنجليزي حسم الدوري قبل الدوري بحوالي 6 مباريات وخسر كأس، طلع من كأس إنجلترا على إيد فريق درجة تانية. عادي جدا بايرن ميونخ طلع، روما طلعت، يعني برشلونة فريق كبير جدا طلع من دوري الأبطال الأوروبية كمان، يعني مش من كأس مصر، مش من دوري هو أخده من 6 أسابيع. ولا يا كابتن محمد؟ مظبوط. يعني برضه يا كابتن أعرف رؤيتك الفنية برضه بشكل عام على هذه المباراة. طبعا في البداية زي ما الكابتن ماهر قال، طبعا الحمد لله على السلامة كابتن محمود الخطيب وربنا إن شاء الله يشفيه. هي تكمن القصة في مباراة بكرة، هي خسارة النادي الأهلي المباراتين اللي ورا بعض. العامل النفسي هو مهم جدا في بدايات بطولات إفريقيا، بطولة جديدة، حلم حلمنا كلنا، حلم الأهلاوية كلهم. بطولة غايبة بقالها فترة، جات المصادفة إن احنا نقابل الترجي، فرقة كبيرة، تاريخ كبير في بطولات إفريقية وفي الدوري المحلي. لو هنقارن بين الأهلي والترجي، الأهلي في مصر شعبيته زي شعبية الترجي في تونس. ده بيقابل النادي الأهلي وهو بطل الدوري التونسي، النادي الأهلي بطل الدوري المصري. طول عمرنا عارفين ان شمال افريقيا الدربيات بتاعتها مصر وتونس بالزبط. اهلي وترجي بالظبط. بس الحمد لله طبعا من الاحصائيات احنا طبعا كعبنا عالي على الترجي التونسي، وخدنا منهم البطوله اكثر من مره في تونس، ويمكن دي كانت عقده التوانسه خلال الفتره اللي فاتت. اعتقد ان الكابتن حسام يعني هيركز تركيز كبير جدا على الجانب المعنوي والنفسي. الفرقه في اخر الموسم، التكتيك معروف، لعيبه كتير لعبت في الدوري، اللي ما لعبش حتى ابتدى يلعب الفتره اللي فاتت نتيجه الاصابات ونتيجه ان الاهلي حصل على الدوري مبكر. فطبعا الناس كتير لعيبه لعبت كتير. المشكله في زي ما بنقول هو العامل النفسي يا كابتن ماهر. بالظبط كابتن حسام لازم يدوس على الحته دي وتحضير الفرقه، لان الخساره المباراتين سلاح ذو حدين. يا اما بتخرج من الخساره دي مع بدايه بطوله جديده، ان انت تعوض وتخش بقلب جامد وتبقى بدايه قويه بالنسبه للنادي الاهلي، لان كلنا عارفين برضو في بطولات افريقيا المجموعات البدايه مهمه جدا. مباراه على ارضك بالظبط ان شاء الله لازم تاخد منها الثلاثه بونت. فاعتقد ان هيبقى التركيز عالي جدا من جانب طبعا لعيبه النادي الاهلي، زي بقول لك سلاح ذو حدين. الفرق الكبيره عادتها انها ما بتخسر وبتطلع على مواقف مهمه وبطولات كبيره، اعتقد ان هي بتعمل الف حساب. جمهور النادي الاهلي معروف ان هو ما بيستحملش كتير، دايما باصص على المكسب. ما ينفعش النادي الاهلي يخسر مباراتين ورا بعض. حصلت دي المباراة الثالثة إن شاء الله في بداية جديدة. أعتقد إن كل العوامل دي وكل الكلام ده محطوط في ذهن الجهاز الفني وهيبقى موجود في ذهن اللعيبة، يقدموا إن شاء الله مباراة قوية. أكيد. دي كانت لقطات اللي حضراتكم بتشوفوها، لقطات من مباراة الأهلي والترجي اللي الأهلي كسب فيها هذه البطولة مع كابتن حسام بدري. أيضا كان أعتقد كان محمد ناجي جده وليد سليمان، يعني كانت مباراة يعني في نهائي بالظبط في غاية الروعة. عايز افكر حضراتكم وعايز اكد على حضراتكم ان المباراه مهمه من وجهه نظر تانية يا كابتن ماهر. يعني انا شايف ان فريق الترجي فريق متجانس افريقيا. ان عندك العناصر، لو اقول لك الخنيسي، الشعلالي، المسكني كوليبالي، يوسف، طه ياسين، يا ما هو الخنيسي يعني عارف نفس اللعيبه الافريقيه. فدي الصعوبه، وفي تجانس افريقي في الفرقه دي، بقى لهم فتره كبيره بيلعبوا مع بعض، حافظين بعض، عندهم سرعات في الحته الاماميه. شايف الاهلي في تجانس افريقي؟ بص يا ميدو، هم زي ما اتكلمنا انا وحشيش ان هم فعلا شبهنا في حاجات كتيره جدا، من خلال البطولات، من خلال طرق اللعب، من خلال اللعيبه. عندهم لعيبه برضك بيمثلوا المنتخب التونسي زي ما انت ذكرت كده يا ميدو. دي العناصر اللي بتكون عليها المنتخب التونسي.
احنا طبعا مخرجنا بيجيب لنا جمل من ضمن الجمل اللي هم بيستعملوها بشكل جيد في الجانب الفني. لكن عايز اقول لك ميدو ان احنا لو نبص للاحصائيه كده هنلاقي ان احنا قريبين قوي من بعض في معظم المباريات. يعني احنا لو اتكلمنا على 14 مباراه بيننا وبينهم داخل مصر وخارج مصر احنا كسبنا في 6 مباريات. يعني عدد كبير في المكسب بالنسبه للنادي الاهلي. يعني تبص تلاقي ميدو من 2001 بيننا وبين الترجي التونسي حصل درون بين الاهلي والترجي التونسي في مصر. 2001 برضه في نفس السنه حصل 1-1 في تونس بيننا وبين الترجي التونسي. يعني احنا بنشارك معاهم في حته التعادلات في عدد كتير جدا من المباريات. ما هي الاحصائيات يا كابتن ماهر بالظبط بتعبر عن ما هو سابق بصراحه. لكن انت بكره ما تقدرش تقول انا هكسب على الاحصائيات وهتعادل على الاحصائيات. عايز اقول لك الاحصائيات بتبقى حاجه بالظبط في اللي فات. قوه المباريات اللي بيننا وبينهم النتيجه ما بتخرجش عن 1-1 0-0. الاهلي بيكسب 1-0، الاهلي بيكسب 2-1. يعني النتيجه بتبقى قريبه، نتيجه قوه الفرقتين من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الجماهيريه او الشحن المعنوي اللي اتكلم عليه حشيش. ده مهم جدا اللي هو حسام البدري هيبدا بيها يا بيدو. ان انت خلال اليومين الماضيين او اليومين القادمين ما عندكش اعدادك من خلال شغلك الا الاعداد النفسي. ان احنا بعد خسارنا للمباراتين السابقتين اكيد طبعا حصل نوع من الاحباط النفسي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. فانت النهارده اول حاجه حسام البدري هيبدا يفكر فيها ان انا اعد لعيبتي اعداد نفسي مهم جدا. اتكلم من خلاله وميدو وانت عشرت يمكن مستر مانويل جوزيه. حشيش مانويل جوزيه من الهيد كوتش العظام جدا في الحاجات اللي بيشكلتها. يعني بيعمل سيناريو واخد بالك انت ويعد ويخرجه لنفسه وبعدين يبدا يجي ينقله للعيبه. بيتكلم فيه بقى عن ايه؟ لو انت في حاله الخساره بهذا الشكل ازاي اطلعك من الـ من الـ من الـ الحزن ده؟ ازاي اطلعك من الـ المشكله دي، الازمه دي؟ فبيبدا يتكلم على تاريخ النادي الاهلي، بيبدا يتكلم على انتصارات النادي الاهلي طبعا. بيبدا يتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي هي عاشقه البطولات. فاكيد حسام البدري تلميذ من تلامذه مانويل جوزيه، عاش معاه 7 سنوات وانا عارف ان ده موجود عند حسام. ان حسام بيبدا يتعامل مع اللعيبه من الجانب النفسي بشكل جيد جدا. ازاي ارفع الروح المعنويه للعيبه النادي الاهلي في هذا اللقاء، في اول ملف لينا اللي احنا بننتظره من فتره وكل تركيزنا هي البطوله الافريقيه الغايبه علينا يمكن 5 سنوات. فحسام البدري بيبدا بالسيناريو النفسي في اعداده ان هو يرفع الروح المعنويه للاعبين. بيكلمهم ان كنتوا ابطال، ان كنتوا ياما اسعدتوا الناس مستنيه منكم يوم الجمعه ان شاء الله ان كنتوا تسعدوهم وترجعوا هيبه النادي الاهلي مره ثانيه. النقطه الثانيه هيتكلم على طريقه اللعب اللي هيلعب بيها قدام الترجي التونسي واختياره للاعبين اللي هم يقدروا ينفذوا هذه الطريقه. خصوصا ان احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله ميدو في بعض الاصابات يمكن ممكن تاثر على شكل واداء النادي الاهلي في التشكيله، منها يمكن القوه الضاربه ازارو راس الحربه، ومنها رقم 9 و9.5 اضاييه اللي موجود خلف هذا الخط. هنتكلم في الغيابات عن النادي الاهلي، غيابات مهمه جدا يا كابتن ماهر. لكن اروح للكابتن محمد حشيش اقول لك قائمه الاهلي او اذكر الناس بقائمه الاهلي اللي اختارها الكابتن حسام بدري: شريف اكرامي والشناوي علي لطفي، وفي خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صابر رحيل، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، ومحمد نجيب. وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، احمد حمدي، احمد حمودي، اسلام محارب، كريم ندفد، وباكا. ودي جايه من التجانس انا بتكلم عليها كابتن حشيش. قلت لك ان فريق الترجي بيمتلك لعيبه متجانسه افريقيا مع بعض. يعني لو جيت تشوف القائمه بتاعه فريق الترجي هتلاقيها كلها لعيبه من اسماء معروفه. صحيح. لكن انا بتكلم التوليفه اللي كابتن حسام بدري مش عايز اقول مضطر، يعني مضطر عشان الاصابات، لكن مضطر ان هو ياخدها عشان الاصابات المؤثره اللي عند كابتن حسام بدري. هل المجموعه عندها اندماج افريقي او خبرات افريقيه؟ تقصد تقول افريقيه او اندماج افريقي؟ هقول لك انا توالف افريقي زي ما انت عايز. انا هقول لك بس على كمان يعني تكمن اهميه المباراه بتاعت بكره. اتفضل. انها بدايه بعد اخفاق مباراتين
والله ما عايز اتكلم. الاهم الاهم برضو احنا لازم انا قلت ظاهره صحيه يعني احنا نتمنى طبعا ان هي تعمل اثر ايجابي ان شاء الله في نفوس اللعيبه طبعا ومع الجهاز. بس انا عايز اقول برضو ان انت لما تيجي تبص على المجموعه بتاعت النادي الاهلي انت بتتكلم على الترجي، بتتكلم على كامبالا سيتي، بتتكلم على فرقه بوتسوانا. بالظبط. لو على الورق كده هنقعد نتكلم المفروض اهلي وترجي. بالظبط. فانت مهم قوي انك تدوس على المنافس بتاعك في المجموعه. بالظبط. في بدايه مباراة وعلى ارضك. بالزبط. مش بره. بالزبط. يعني لازم تعرف لو بره هقول لك نطلع باحسن نتيجه في المباراه الاولانيه بره مع المنافس الموجود الحقيقي اللي في المجموعه. فانت مهم قوي انك بكره يعني تاخد الثلاثه بونت بتوع الترجي هنا كبدايه. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هنتكلم برضو عليها زي ما تقول للتوليفه اللي موجوده من اللعيبه، في طبعا بعض اللعيبه ما عندهمش الخبرات الافريقيه على عكس فرقه الترجي. فرقه الترجي ثلاث ارباع الفرقه كده لو هنتكلم عليها قوام المنتخب التونسي متجانسين، وقوام المنتخب التونسي يعني في تجانس في الفرقه كفريق ترجي، تجانس افريقيا وكمان دولي مع المنتخب. بالظبط. انا قصدي على التجانس الافريقي طبعا وخبرات. حتى لو اتكلمت على التجانس المحلي هتلاقي الفرقه بتاعت الاهلي متجانسه محليا، لكن انا بتكلم على التجانس الافريقي اللي هي برضو زي ما انت بتقول عايزه خبرات من نوع خاص. بالظبط. لان لعب يا كابتن ماهر زي ما انت عارف في الدوري المحلي غير برضو المباريات الافريقيه. بتلاقي انت عارف المدرسه الكره المصريه، انما دي كره شمال افريقيا. في بعض اللعيبه لسه ما لعبتش قدام الكره بتاعت شمال افريقيا. التوانسه لهم طبع خاص في الكوره، اولا اصحاب مهارات عاليه زي طبعا اللعيبه المصريه، كمان عندهم الخبرات اللي هو يقدر يتحكم في رتم الملعب ورتم الكوره ورتم الماتش. بتلعب على ارض النادي الاهلي، عارف اهميه وخطوره النادي الاهلي على ارضه، وان كان زي ما انا بقول الظروف السابقه للمباراه، انما هو عارف خطوره النادي الاهلي وعارف اهميه النادي الاهلي وعارف تاريخ الكبير بالنادي الاهلي وصاحب اكبر عدد من البطولات الافريقيه. هو ازاي يهدي اللعب، ازاي كمان يستفز اللعيبه. انت عارف يعني لعيبه شمال افريقيا، انا يمكن كان ليا حظ ولعبت في تونس، احترفت سنتين في تونس، فواخد على اجواء التونسيه طبعا. وعارف طبعا. القصه بتاعه اللعيبه وحافظهم كويس قوي. ازاي تحكم في الريتم، ازاي بتوصل لبعض لحد التمثيل في بعض الكرات عشان يكسب برضو رد فعل الحكام. كل الكلام دي خبرات افريقيه موجوده. صح. عند الترجي. لازم الكابتن حسام اكيد هيدوس برضو على النقاط اللي احنا قلناها دي برضو عشان اللعيبه اللي هتبدا المباراه او هتكون موجوده بكره ان شاء الله وهتشترك، اللي هي ناقصه الخبرات الافريقيه. انا عايز استاذنك حشيش ميدو. حشيش طرق نقطه مهمه جدا، الخبرات الافريقيه اللي موجوده في تركيبه لعيبه النادي الاهلي. لو هنبص كده من التشكيله او من المجموعه اللي هيشاركوا في المباراه هنلاقي ان في لعيبه كتيره جدا خصوصا في الخط الهجومي يا ميدو ما عندهمش الخبره الافريقيه، وهنقولهم بالاسماء. يعني انت لو هتبص على الخبره الافريقيه هتلاقي شريف كرامي بالنسبه لحراسه المرمى اكتر من الشناوي وعلي لطفي. لو احنا رحنا على خط الظهر هتلاقي احمد فتحي عنده الخبرات الافريقيه، هتلاقي معلول، سعد معلول. سمير، هتلاقي سعد سمير، هتلاقي نجيب. ايمن، هتلاقي نجيب. يعني خط الظهر ونص الملعب المدافع هم اللي عندهم السليه وحسام عاشور، هم دول اللي عندهم الخبرات الافريقيه اللي بيتكلم عليها حشيش. اطلع لقدام بقى الخط الهجومي اللي احنا بنتباهى بيه، اللي احنا بنعتمد عليه، اللي احنا القوه الضاربه بالنسبه لنا. هتلاقي ان في خط الهجوم هتلاقي ان هشام محمد ما عندوش الخبره الهجوميه، ميدو جابر ما عندوش الخبره الافريقيه، عندك حسام عاشور، عندك حمودي عمرو السلية ما عندوش الخبره الافريقيه، اسلام محارب ما عندوش الخبره الافريقيه، كريم نيدفيد ما عندوش، باقة نفس الكلام. فانت النهارده حسام في حيره بالنسبه للخط الهجومي قوام الفريق. ده اللي انا بتكلم فيه. انت عندك وليد سليمان، عدد كبير من اللعيبه كمان حشيش يمكن ثلاثه. طبعا مشكله في التشكيله بالنسبه للكابتن حسام. يعني بنتكلم على الخبرات الافريقيه، عندك حسام عاشور وعمرو السليه وليد سليمان. بالظبط. وعندك مروان محسن. بالظبط. أربعة ومعاهم معلول خمسة. يعني دول برضك لما كان بيكلمني النجم الكبير كابتن طارق دياب، هو بيتكلم عن القوة الهجومية للنادي الأهلي. ما اتكلمتش، مش عايز أقول له احنا عندنا إصابات وهنموت، عندنا أزار وعندنا وعندنا عبد الله سعيد مشي كمان.
في مكانين يا ميدو لو سمحت لي، في مكانين لو احنا اتكلمنا يا حشيش على خط الهجوم او ثلاثة اللي تحت راس الحربة، هتلاقي وليد سليمان بس زي ما ميدو قال، ومروان محسن بس، لكن الاثنين التانيين تسعة ونص ما عندهوش خبرة، وبعدين الطرف اليمين او نص دي مشكلة اللي كابتن حسام بدري بيعاني منها، ما عندوش خبرة. فانت النهارده عندك اثنين في القوة الهجومية مش موجودين بالخبرة الافريقية، دي هتمثل بردك مشكلة. والملاحظ برضه يا كابتن ماهر في الفترة الأخرانية صانع العاب في النادي الأهلي برضه تسعة ونص مؤثر جدا جدا، مش موجود فمؤثر على الفرقة خالص في الحتة دي. غياب كمان أجيه بقى له فترة، تحس انه برضه مجهد او تعبان او حاجة زي كده، شفنا تأثيره السلبي في المباراة الأخيرة. فأنت بتتكلم طبعا على 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 يعني عناصر مهمة جدا جدا مش موجودة. وليد أزارو أعتقد إن جماهير النادي الأهلي حست بقيمته، أكيد كمية الجري اللي بيجريها بيهد في الدفاعات الخصم، بيعمل مساحات فاضية نتيجة لأنه بيجري على الجناب كتير قوي. يعني مروان يعني ممكن أزارو يلعب مع مروان عادي جدا، يعني مروان اللي هو اللعيب اللي هو السترايكر بتاع ال 18. صحيح صحيح، لكن إنما اللي على الجناب اللي بيجري وبيجري وبينزل وبيستلم وبيعمل حشيش. التغيير في الحتة دي، تغيير أو 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 تدوير في الحته اللي قدامنا بالذات، صحيح بتسبب مشكله كبيره جدا. طبعا انت بتحتاج بتحتاج ثبات، زي ما انت طبعًا. عندك نص ملعب عندك ثبات والتجانس كمان طبعا مهم. انت بتقابل فرقه عندك خط ظهر متجانس ومتواجد، بتقابل فرقه ثقيله، لان انت بتوصل يا كابتن ماهر في بعض الاحيان في التلت الاخير الهجومي. في الهجومي انت لازم تلعب من لمسه واحده على المغمض زي احنا بنقول، فاذا ما كانش في تجانس بالظبط كامل بين اللعيبه مش كده. وده بان في المباراتين اللي صنعهم ميدو حشيش، لو تلاحظ ان احنا فرصنا في المباراتين، في مباراه الزمالك كانت على المرمى يمكن ثلاث فرص خلال ال 90 دقيقه، صحيح. ودي اقل صحيح. مباراه رحنا بيها الجول. مباراه الاسيوطي في كاس مصر مع الاسف ما رحناش للجول في الاسيوطي يمكن فرصه او فرصتين، وده صحيح. واضح نتيجه الاصابات اللي ضربت نجومنا كبار ازارو واجايه، واثرت بشكل كبير جدا طبعا. وبعد رحيل بعض اللعيبه زي مؤمن زكريا اثر بردك بشكل كبير على الحته الهجوميه. فالتدوير والتغيير للاعبين في الاماكن دي عايز اقول لك واضح قوي اثرت هجوميا علينا. يعني في نقطه يا كابتن ماهر مهمه قوي بكره، حته الناحيه الشمال بتاعتنا، يعني انا اتمنى طبعا ان بكره معلول يلعب ان شاء الله، عنده خبرات ان شاء الله، عنده سرعه، لان برضو فرقه الترجي من النوع اللي بتمسك الكره في نص الملعب كويس قوي، بتعمل استحواذ جامد قوي في نص الملعب وبيعملوا الكور في المساحات الفاضيه كمان بالظبط كده، الديفندرات بتعرف تقف على الكوره، عندهم اثنين افارقه على مستوى عالي جدا بالزبط. خنيسي كمان يا كابتن محمد قوي قوي، هو ديفندر موجود عالي ودفاعيا قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت بيعرف يلعب الباصه في الحته الفاضيه. اصعب حاجه يا كابتن حمد كانت حته حلوه قوي، اصعب فرقه تقابلها كابتن ماهر انت تلاقي باللعيبه تقول على الكوره طبعا، اللي هو ما تروح دي مشكله ما تهددوش يخاف مش ده واقف على الكوره. وبعدين يا ميدو في نقطه، يعني انت حشيش اتكلم على طريقه اللعب يا ميدو، واخد بالك بالنسبه للنادي الاهلي اتكلم على جبهه من اهم الجبهات اللي هي جبهه الشمال معلول ووليد، واخد بالك الاثنين فاهمين بعض بشكل جيد جدا، عندهم من السرعات، عندهم من الاختراقات، عندهم من التصويبات، عندهم من الكرسات. لكن الجبهه اليمين احمد فتحي، والمشكله بقى مين اللي هيكمل الجناح بتاعه بالظبط. يعني شايف ان باقة في المباراه اللي فاتت لما اضافه حسام البدري في الشوط الثاني، واضح ان باقة يعني اتاخرنا عليه يا حشيش، كان محتاجينه في مباراتين قبل كده، كان لازم ياخد من بدري من بدري. فانا شايف ان باقة ممكن يمثل جبهه اليمين مع احمد فتحي من اول مباراه ودي احنا قلنا ساروخ من ضمن طرق اللعب اللي احنا بنعتمد عليها حشيش. انت عارف ان احنا تكتيك النادي الاهلي بيعتمد على الاطراف بشكل مظبوط مظبوط، بيعتمد على مزبوط. نص الملعب بيعتمد على الاختراقات الجمل التكتيكيه. فانت النهارده احمد فتحي لازم باقة يبقى بالنسبه له يعني كسند وكجناح يضرب، احنا عندنا اطراف. عايز اقول يا كابتن ماهر معلومه جامده برضو عن فرقه الترجي، عندهم الاثنين اللي في القلب بيجيدوا العاب الهوا، ايوه طوال وبيلعبوا كره عاليه يا كابتن ماهر هايله. فبرضه اللعب من على الاجناب مش هيبقى مجدي قوي في الحته دي، انت محتاج زي ما انت قلت اختراقات، لان هو يمكن مع الاطوال الجامده دي عندهم السرعات والحاجات اللي على الارض ممكن تكون قليله شويه، فانت محتاج سرعات عندك من القلب
فازاي البلاي ميكر او صانع الالعاب بقى يلعب للناس السرعات؟ عشان كده بقول لك وليد ازارو كان مهم قوي في مباراه زي بتاعه بكره. انما بكا طبعا بكا لعيب اهميته بتكمن بالنسبه لي ان هو لعيب بيسحب الفرقه في ثانيه. صحيح. يعني انا دايما بقول ان جوارديولا من اعظم مدربين في العالم، احسن مدرب في العالم. جوارديولا ساعات بيخلي عنده طرف من الاطراف اللي هو من تحت الفرويد حتى لو ما بيعرفش يلعب، اهم حاجه يكون سريع، سريع قوي عشان يسحب الفرقه في ثانيه. صحيح. في ثانيه ممكن بقى تيجي معاه جون ما تجيش جون، عنده بيضيعوا كتير. انت محتاج كمان في وقت من الاوقات لما بيكون اللعبه كابتن ماهر مخنوق في نص الملعب بتحتاج لونج باص طويله تسحب الفرقه، ممكن يروح على الجول، ممكن تاخد فاول من حته مهمه، حته صعبه يعني، فمحتاجين احنا السرعات. واحنا شفناهم يا ميدو حشيش كمان اكتر من مره، شفنا الترجي وشفنا التشكيله اللي موجود عليها الترجي، يمكن معز بن شريفه ده حارس المرمى مخضرم عندهم. أيوه. هم يمكن اقل خطوط عندهم، اقل الخطوط. أيوه. بالنسبه لتركيبه الترجي التونسي. تمام. حسين ربيع ده في الباك رايت، فرانكو كوم ده شفناه بردك من ضمن العناصر اللي اتكلم عليها حشيش. تمام. قلب دفاع قوي افريقي بيطلع في كور الثابته، اسمائهم معروفه بالنسبه لهم، اسمائهم معروفه، بيلعب دماغه كويس قوي، بيلعب الهواء بشكل جيد. محمد بوسيطه ده بيقولوا احتمال بيجيش. لا مش موجود اصلا. سامح الدربالي يمكن باك ليفت، عندهم نص ملعب شفناهم امين المساكني وكوليبالي بردك من الافارقه الجامدين اللي بيقطعوا زي عاشور كده، وبعدين بيطلع يكمل بيشوط على الجول، وبيقدر يلعب الكرات اللي هي فيها فاولات، بيطلع بدماغه عشان طويل القامه بيأدي. يوسف البلالي وأنيس البدري، وعايز اقول لك معلومه يا كابتن ماهر، وطه ياسين هداف تونس المنتخب التونسي وهداف الترجي الخنيسي من اللعيبه برضك يا ميدو اللي محتاج رقابه بشكل جيد جدا. عايز اقول لك معلومه ان في يوسف البلالي دي انا عارف ان هو مصاب وممكن ما يلحقش المباراه، وده صانع العاب ولعيب كويس قوي في نص الملعب. كذلك من اهم اللعيبه اللي موجوده في الترجي هو الخنيسي. بالظبط. لعيب كويس قوي. صاحب مهاره عاليه جدا جدا، محطه لنص الملعب. الخنيسي والمساكني يا كابتن. فهو الخنيسي بالتحديد كمان عايز يتمسك كويس جدا جدا. يعني لازم الكابتن حسام بكره يبقى فيه واجبات خاصه في بعض المراكز. طيب تعالوا نروح لتقرير صوتي نشوف فيه تاريخ مواجهات الاهلي والترجي، ونرجع نسال الكباتن الكبار عما يدور في دماغ الكابتن حسام البدري غدا ان شاء الله. عندما تتحدث عن مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي تجد تاريخا طويلا بين الفريقين الكبيرين، ومباريات مليئة بالإثارة والندية كان التفوق فيها للنادي الأهلي. سبق للأهلي أن واجه الترجي التونسي في 16 مباراة سابقة خلال البطولات الإفريقية، فاز بطل القرن في 6 مباريات منها وخسر في 3 مباريات، فيما سيطر التعادل على 7 لقاءات. شباك الأهلي استقبلت 11 هدفا فقط في المواجهات السابقة، فيما سجل لاعب الأهلي 18 هدفا ليؤكدون تفوق المارد الأحمر على بطل تونس. بدأت المواجهات الإفريقية بين الأهلي والترجي في موسم 1990، وتحديدا في دور 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. انتهت مباراة الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وكان التعادل حاضرا أيضا في موسم 2001، ولكن في الدور النصف النهائي لنفس البطولة عندما تعادل الفريقان سلبا في لقاء الذهاب، بينما كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حاضرا في لقاء الإياب، ونجح سيد عبد الحفيظ في تسجيل هدف الصعود للأهلي الذي أحرز اللقب وقتها بالفوز على فريق سان داونز الجنوب إفريقي في النهائي. في موسم 2007 تقابل الفريقان في دور المجموعات، ونجح الأهلي في الفوز بثلاثية محمد أبو تريكا والأنجولي أمادو فلافيو وأسامة حسني في لقاء الذهاب بالقاهرة، بينما خسر في استاد رادس بهدف نظيف. في موسم 2010 تقابل الأهلي مع الترجي في الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز أبناء القلعة الحمراء بنتيجة هدفين مقابل هدف في القاهرة سجلهما محمد فضل وأحمد فتحي، بينما خسر الأهلي في تونس بنتيجة 1-0 رد.
وهي المباراة الشهيرة التي أحرز خلالها مايكل إنرامو مهاجم الترجي هدفا بيده. تعادل الفريقان في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة هدف لمثله سجله محمد أبو تريكة. في موسم 2012 تقابل الفريقان في الدور النهائي من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أحرز هدف الأهلي سيد حمدي، قبل أن يتفوق الأحمر في مباراة العودة على ملعب رادس في لقاء تاريخي بعدما حقق الأهلي الفوز بنتيجة هدفين لهدف وتوج باللقب الإفريقي. تعد آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت الموسم الماضي في الدور الربع النهائي، عندما تعادل الفريقان إيجابا بهدفين لمثلهما على استاد برج العرب، فيما نجح أبناء القلعة الحمراء في الفوز على استاد رادس مجددا بهدفين مقابل هدف، وسجل للأهلي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي. بالنسبة لمواجهات الفريقين في بطولة الكونفدرالية، فقد تقابل الأهلي مع الترجي في دور المجموعات عام 2015، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على ملعب السويس بنتيجة 3 أهداف من دون رد، أحرز الأهداف عبد الله السعيد منها هدفين ومؤمن زكريا هدف، ثم كرر الأحمر فوزه في تونس بنتيجة هدف من دون رد أحرزه جون أنطوي. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير صوتي تشوفوا فيه مدى قوه النادي الاهلي، لكن انا دايما بقول احصائيات يا جماعه مش معبره عن حدث او مش معبره عن ما هو قادم، معبره عن ما هو حدث بالفعل. لكن مباراه بكره تختلف تماما بكل الاشكال. مباراه بكره عندنا غيابات مؤثره جدا، مباراه بكره عندنا لسه يعني لما نيجي نقول تشكيل هنقول تشكيل مجبرين عليه، ودي من النادر قوي ان هي تحصل في النادي الاهلي. فربنا يسر بكره ان شاء الله ويبقى مع النادي الاهلي ولاعبته يا كابتن ماهر وكابتن حسام بدري. لو قلت لك حط لي تشكيله الكابتن حسام بدري ممكن يعملها. بص يا ميدو، قبل ما نتكلم على التشكيله عايزين نتكلم على اعداد لمباراه الترجي التونسي، يعني ايه المطلوب من الكابتن حسام البدري لاعداد لهذه المباراه؟ نمره واحد اعداد لهذه المباراه زي ما كلم محمد حشيشة على الجانب النفسي، ازاي انا هرفع لعبتي في الجزئيه النفسيه، وهتاخد حيز من حسام البدري مش عايزينها حيز يعني يمكن في الاعداد لو انت بتعد كده المباراه في 20 دقيقه او 30 دقيقه ممكن تاخد 5 دقائق يحفز لعبته بشكل جيد. أكيد ونقفل ملف المباراتين اللي احنا تهزمنا من خلالهم ونبدا في الملف الافريقي اللي هو الاهم لينا كلنا. النقطه الثانيه الاعداد للمباراه، لازم اتفرج على مباراه الترجي اذا كان عنده شريط او اتنين لمباراه الترجي في الدوري التونسي او اللقاءات اللي بيننا، ومن خلال الاعداد دوت ابدا اراجع اذاكر تاني لاعبي تونس زي ما اتكلم حشيش على سرعاتهم على انطلاقاتهم على تعطيلهم للعب على ضغطهم على الخصم على الكور الثابته اللي هم بيجدوها، ومن خلال هذا الاعداد ابدا انقل اللعيبه في الجانب الدفاعي، ازاي ان انا احافظ ما اعملش فاولات بره 18 كتيره عشان هم بيجدوا الجزئيه دي، ازاي ان انا اراقب الراجل اللي هو طه ياسين اللي هو هداف تونس وهداف الترجي، ازاي نحاول نعطل الكرات الثابته. انا والله هسألك الكابتن ماهر دايما بص دايما بيحرق لي الاسئله. ايوه ما احنا دور على اسئله ثانيه. لا احنا بنتكلم على الاعداد بتاع المباراه اللي هو قبل المباراه لازم يبقى مذاكرين كويس جدا. حشيش انا عايز تجيبها لي من التشكيل وبعدين ابدا اقول لك ادوار الكابتن حسام مع اللعيبه هتكون ايه، ادوار اللعيبه دي هتكون في مواجهه نجوم. بس ده انا هو لعيبه الكوره دايما بيرقصوني كده. النقطه الثالثه ميدو كمان لازم اختار الطريقه، واخد بالك الخطه اللي هلعب بيها، احنا عارفين ان خطه حسام بدر 4-2-3-1، واخد بالك ازاي الطريقه دي تنفذها من خلال الهجوم ومن خلال الدفاع. نمره 4 ان انا اعتمد على التكتيك بقى اللي انا بعتمد عليه من خلال الجمل التكتيكيه، زي ما اتكلم حشيش على الاطراف يبقى عندنا مجاميع من الاطراف، يبقى عندنا سرعات في الخط الامامي، يبقى عندنا استغلال الفرص على قد ما نقدر. هم عندهم مشكله في خط ظهرهم، ازاي نضغط عليه من بدايه المباراه او في اوقات كثيره جدا يبقى في ضغط. الفرص بقى اللي بتجينا اللي كانت قليله في المباراه السابقه، نتمنى في المباراه دي تبقى فرص كثيره خلال 90 دقيقه نقدر نستغل فيها فرصه او فرصتين نخلص من المباراه الاولى. اخر حاجه ان دي مجموعه من المباريات، يعني مش عايز يبقى في استعجال من لعيبه النادي الاهلي، عايز يبقى في تاني والجول بيجي في ثانيه، ولو جول واحد واقدر احافظ عليه
واخرج بنتيجه ايجابيه. يهمنا جدا يا ميدو ان احنا ننقل المباراه دي بمكسب لحشيش عشان يبقى ندي ثقه لجمهورنا تاني اللي هو زعلان خلال فتره من ادائنا. صحيح. حتى كمان ثقه اللاعبين في المرحله القادمه تحس كده يبقى فيها نوع من الانتعاش. صحيح تمام. قول لي بقى التشكيل. التشكيل انا شايف زي ما قلت لك هيبقى الشناوي الاربعه اللي في خط الظهر من اليمين احمد فتحي، سعد سمير لو الحمد لله ما فيش حاجه بالنسبه للجهاز الرباط يبقى موجود، ايمن اشرف، معلول، اثنين في نص الملعب لا غنى عنهم طبعا السوليه وحسام عاشور. هنتكلم على الثلاثي اللي هو قدام الاثنين نص الملعب الديفندر، هيبقى وليد سليمان رقم واحد. وليد سليمان احنا اتكلمنا على باقه ناحيه اليمين، واحنا شفنا ان باقه يمكن السرعات محتاجين، هو يمكن اقوى واسرع واحد في المجموعه اللي موجوده اللي يقدر يشغل. تفتكر ان هو كابتن حسام يبدا بيه بكره؟ يعني انا عندي احساس يعني لا انا عايز اشيل من وجهه نظري هو باقه. باقه خلاص تمام. مروان محسن راس الحربه هيبقى علامه استفهام هنا، والاختيار فيه منتهى الصعوبه اللي هو في رقم 9.5 اللي هو لو حضرتك انت مفتاح اللعب اللي موجود. طلع لي تشكيل حضرتك من وجهه نظرك انت عشان اسالك ليه بعد كده. انا شايف ان 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 هيبقى اسلام محارب هيلعب على الطرف مع معلول، وهيلعب وليد سليمان هو اللي هيلعب رقم 9 في المكان تحت مروان. كابتن حشيش انا بتفق طبعا مع كابتن ماهر، احنا بنتكلم على طبعا حراسه المرمى ما فيهاش مشكله، محمد شناوي، احمد فتحي، معلول، طبعا ايمن اشرف ناحيه الشمال ناحيه معلول، وسعد سمير لو فعلا كويس ومفيش مشكله، عاشور والسوليه. بس انت لو سعد سمير مش كويس يبقى عندك مشكله كبيره جدا. طبعا عشان السرعات هي دي المشكله. هي دي المشكله لان شفنا طبعا المباراه الاخيره والجون اللي جه من نص الملعب او من المنتصف ده مشكله نتيجه برضو للسرعات. هيلعب انا مش شايف في الـ في الـ في الاسماء اللي موجوده صانع العاب غير وليد سليمان قدام السوليه وقدام طب لو وليد سليمان لعبته صانع العاب هتلاعب مين ناحيه الشمال؟ ممكن يدي اسلام محارب لان هو ماشي خلال الفتره اللي فاتت. ولو انا عارف ان حسام بيحب حمودي جدا واخد بالك ازاي، انما ما اعتقدش ان هو يبدا بيه، ممكن يخليه على الدكه بحيث ان يبقى عنده برده تغييره كويسه، لان انت برده محتاج يكون عندك الدكه قويه عشان برده تقدر. لان في نقطه عايزين نتكلم عليها واحنا قفلناها على فكره لغايه دلوقتي واللي انا حسيت بيها في المباراتين الاخرانيتين وهي الاجهاد. انا حاسس ان اللعيبه الفتره الاخرانيه وبالذات ماتش الكاس في اجهاد يا كابتن ماهر كبير. برافو عليك حشيش. واخد بالك ازاي؟ مش عارف. يعني احنا كنا دايما بنشيد بالراجل بتاع الاحمال وان اللعيبه على طول فايقه، ما اعرفش حصل دروب مره واحده في اجهاد من اللعيبه اللي بتلعب باستمراريه. باستمرار. نتيجه برضو ان الموسم طويل جدا جدا إجهاد. يمكن اللعيبه بتفضل تستحمل انما برضو كل انسان له طاقه معينه، ففي اجهاد. ده هيرجعنا لحاجه مهمه جدا ان لازم الكابتن حسام يعني ينبه على معظم اللعيبه ان لازم الكره هي اللي تتحرك لما يكون في اجهاد وفي تعب ومباراه قويه زي دي. وخلي بالك ان الضغط العصبي بيزود الاحساس بالاجهاد. وانا كنادي اهلي كان عندي ضغط عصبي في ايه؟ اللي جاي بكره عندك ضغط عصبي. قبل كده لا مفيش ضغط عصبي. انت راجل فارق بالظبط جامد جدا في بطوله الدوري. بتقابل لو هنتكلم على مباراه الزمالك بتقابل منافس نازل مرعوش منك خايف منك. انت اقوى منه في حاجات كتيره جدا. نفسيا انت راكب عليه فمفيش اي اجهاد في الموضوع ده. وبكره عندي ضغط عصبي في ايه يا كابتن حشيش؟ ضغط عصبي ان هي زي ما بقول لك بدايه لبطوله جديده، بطوله مهمه جدا مع فرقة قوية زي الترجي. بس غريبة على النادي الاهلي. طبعا لا بس غريبة على بعض اللعيبة اللي موجود. تمام. احنا اتكلمنا برضو في البداية ان في ناس لسه خبرات الافريقية قليلة. فدي اللي ممكن تتأثر بالضغط العصبي نتيجة المباراة ونتيجة للخلفية المباراتين الاخرانيتين. الكابتن حسام بدري ممكن يبقى عنده ضغط عصبي؟ اعتقد طبعا. مشكلة. طبعا ليه بقى؟ مشكلة. احنا لازم نتكلم بصراحة. جمهور النادي الاهلي يا كابتن ماهر بينسى بطولة الدوري الكبيرة اللي انت فرقت من قبل ما تخلص من 6 أسابيع وبتدي نغمة غريبة موجودة دلوقتي من ناس كتيرة جدا على الجهاز والفرصة وآخر فرصة وللجهاز وكذا ونغير ونعمل. يعني الجمهور زعلان غضبان سنة أو مفهوم التغيير ابتدى يبقى موجود في أذهان ناس كتيرة. فأعتقد ده وصل لكابتن حسام. النادي الأهلي ما يخسر برضو مباراتين أنا بعتبرهم بطولة أولانية مع نادي الزمالك عشان برضو ما نغيرش الحقائق. دي بطولة خاصة بينك وبين نادي الزمالك. أنا قلت يا بطولة أنت فوقت نادي الزمالك. أنت فوقت نادي الزمالك. نادي الزمالك دار على مشاكله طول السنة
واللي حصل منه وكذا خساره اثناء بطوله الدوري ان هو بيكسب النادي الاهلي في الاخر تتحسب له. وانا استفدت ايه عندك بعد كده مباراه؟ لا قول لي انا استفدت ايه. قول لي ما تعديش عداه. انا كنادي الزمالك استفدت ايه؟ نادي الزمالك خد الثقه عليك. خد الثقه لنفسه مباراه زي مباراه اللي جايه مباراه الكاس. طب ما احنا عايزين نديله الثقه كابتن. احنا هنفضل طول عمرنا ان النادي الاهلي هو طب ما احنا عايزين نحتاج. مش احنا اللي نديله الثقه، مش حد تاني يديله الثقه. عايزين نحتاج كابتن حشيش. صحيح انا معاك انا معاك انا معاك. عايزين نلعب في دوري ساعات المكسب. صحيح ساعات المكسب ده بيغطيش جوانب كتيره جدا فيها الامور مش لا يا كابتن انت انا اسف يعني انا اسف يا كابتن ماهر. احنا لو اتكلمنا كلام عقلاني لا يا جماعه الكلام ده مش عقلاني خالص. يعني انا يعني اكسب ماتش يبقى اغطي كل لا اغطي كل الحاجات دي صعبه. طبعا هو متخيل هو متخيل كده. بس انا عايز اقول لك برضو انها بتدي له دفع يا جماعه برضو. ماشي هو يتخيل مكسب النادي الاهلي حاجه كبيره جدا حتى لنادي الزمالك دلوقتي. ايوه خاصه بين الفريقين يا كابتن محمد ده اي نادي يكسب النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا. طبعا لكن انا كنادي اهلي حاسم البطولة من كام أسبوع وعندي من البطولات ما شاء الله وعندي من الكاسات ما شاء الله طبيعي إن أنا أتغلب في ماتش. ماشي أوكي أنت بتكلم على تبعية المباراة بتاع الزمالك إنك في بطولة تانية بطولة الكاس. أنت برضو خرجت من الكاس. دي اللي تضايق. يعني عايز أكد في نقطة مهمة جدا إن إحنا بعد ما ضمننا ميدو يعني إحنا طول عمرنا متورثين الجزئية دي. بعد ما ضمننا بطولة الدوري العام بأكتر من 6 أسابيع انا كنت مطالب من الجهاز الفني وطبعا خبره حسام البدري من الخبرات اللي هو مر بيها كلاعب ومر بيها كمدرب ان انا اريح معظم النجوم المهلكه. تمام بالنسبه لي تمام. احنا بقالنا سنتين لعبتنا بتلعب مع المنتخب بتلعب في افريقيا وبتلعب في الكاس وبتلعب في بطوله عربيه وسوبر. صحيح ان النهارده حشيش مع الاسف كان لازم يبقى عندك رؤيه بعيده المدى شويه. صحيح خصوصا ان احنا معانا مدرب احمال على مستوى عالي جدا. صحيح واكيد مر بالظروف دي. طبعا فانت النهارده لما بتريح الاستشفاء الحقيقي للنجوم دول النهارده تلاقيهم في مباراه الترجي اللي احنا اللي احنا محتاجينهم النهارده وفي اليوم ده. مباراه قريبه كمان يا كابتن ماهر قريبه من بعضها قوي. فانت النهارده لما النجوم دول لما بتريحهم تاكد ان هم بعد كده يبداوا يدوا لك. ويمكن مستر مانو جوزيه خد التجربه دي قبل كده ساب الفرقه ومشي وخسر مباريتين بان هو ريح النجوم واخد بالك الاسماعيلي والاهلي برافو عليك المجاهدين وبعد كده لقاهم في افريقيا. يمكن في مباراه زي دي زي مباراه الترجي يمكن التاريخ بيعيد نفسه. حتى مباراه الزمالك كان ممكن تلعب بكل الناس اللي ما بتلعبش. ايه المشكله؟ وكمال تملي يا حشيش بيبقى انت لما بتدي احلال وتجديد وبتدي للناس يا كابتن بيبقى نوع من الاستشفاء ونوع من الباور ونوع من اثبات الذات للعيب اللي هو ما بيلعبش. تمام انت النهارده بتدور كل اللعيبه دي بتديها الثقه في مباراه زي الزمالك مباراه زي الاسيوطي. اللعيبه دي عايزه تثبت وجودها للجهاز الفني وعايزه تثبت وجودها للجمهور وعايزه تثبت للناس ان هي صفقه فعلا على اعلى مستوى. صحيح فانت كان عندك عدد كبير جدا كنت انت محتاج تدفعه في المباراتين السابقتين وفي نفس الوقت انك انت تحافظ على قيمه النجوم اللي عندهم خبرات النجوم اللي هم مؤثرين معاك بشكل سوبر جايز. ستارز سوبر ستارز كل الاهلي سوبر ستارز في نجوم مؤثرين. دي مشكله كبيره انت كمان انت هتقابلهم في مباراه الترجي اللي انت محتاجهم النهارده في مباراه الترجي. في مشكله برضو تانية زي ما الكابتن ماهر بيقول ان انت كان لازم تلاعب الناس من بدري. واحد زي صلاح محسن انت جايبه وجايبه برقم كبير جدا ما خدش طول الفتره اللي فاتت ماتشات كامله. وبالتالي ان دلوقتي انا بقول لك ان كتير جدا من الاهلاويه بيقول لك في 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 كلام على صفقه صلاح محسن نتيجه للمبلغ الكبير ونتيجه ان هو ما اداش لغايه دلوقتي. عايزين يشوفوا مستواه الحقيقي. هو الولد كويس بس اي حد يلعب مهما كان يا كابتن ماهر جاي كويس وعلى مستوى عالي يلعب اللعب في النادي الاهلي حاجه ثانيه. لازم ياخد الثقه ويبتدي في كذا ماتش. فدي عامله برضو بعض المشاكل لبعض اللعيبه انها بتنزل دلوقتي خايفه لان الجمهور ده اللي انا بقى يعني انا عايز اقول لك برضو فدي مهمه. واحد زي صلاح انا متاكد ان هو لما بينزل الملعب بيبقى مش في حالته لان الانطباع اللي متاخد عنه لغايه دلوقتي انت لسه ما قدمتش حاجه مبلغك لسه عالي مبلغك عالي فكل ده ضغط عصبي على الولد. احساسي ان هو متاثر بالموضوع ده يعني مستوى تاني ما كان فاهم. طبعا أنا هو لعيب كويس جدا جدا بكم مره بيوصل للجون. طب انت صلاح لما بينزل شويه بيروح للجون كذا مره. طيب انا دايما بقيم وليد ازارو كنت دايما بحارب الناس او بحارب اللي بينتقدوه ان وليد ازارو بيوصل للجون كتير جدا قبل ما يبقى هداف الدوري قبل ما يجيب جوان كمان. تمام. اللي بيوصل للجون الفرود اللي بيوصل للجون وبيضيع بيجيب وبيجيب وخلاص وبعد كده رجله بتاخد على الجون. لكن صلاح محسن لا صراحه لعيب كويس جدا. هو عايز انت عندك مشكله انت الله انت بتشتكي ليه في عدم وجود لعيبه وفي اصابات. طب ما في عندك لعيبه بس اللعيبه دي ما خدتش
عشان تقدر تبقى موجوده. ما عندكش برضو الدكه دلوقتي القويه بتاعت النادي الاهلي بتاعت الاول نتيجه لان انت برضو يعني ما دورتش ولعيبه نزلت وراحت. احنا دايما بناكد ان الكابتن حسام بدري بيدور في الفرقه خالص بيدور في وبعدين الفرقة. احنا مش عايزين برضو يعني احنا بنتكلم الكلام ده الاصابات جت لها مره واحده بنشكك في الكابتن حسام ولا حاجه. بالعكس هو صاحب انجاز يمكن ما تكررش على مستوى المدربين المصريين من خلال النادي الاهلي والبطولات والكلام. بس احنا بنحلل بعض الاشياء اللي ممكن تكون مسببه مشاكل الفتره اللي احنا فيها وفي مباراه قادمه زي مباراه الترجي. في حاله يعني عدم وجود سعد سمير هيبقى محمد نجيب البديل. محمد نجيب طب لو حضرتك مدير فني النادي الاهلي تلعب محمد نجيب ولا تلعب محمد هاني؟ لا لعب محمد نجيب عشان خبره محمد نجيب عشان خبره القلب خصوصا ميدو. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الحته دي يعني من ضمن الحاجات اللي عامله صداع في الجيل. الخبره بتعوض السرعه يا كابتن ماهر لحد ما طبعا لحد ما يعني واخد بالك انت في التوقيت والوقفات والميلان واخد بالك والتوقع فانا عايز اقول لك ان من ضمن المشاكل اللي احنا بنعاني منها وبرضك عامله صداع في دماغ حسام البدري بشكل جيد حته قلب الدفاع واخد بالك يا ميدو. وانت في نص ملعب الخصم وبتهاجم عندنا مشكله مساحه اللي ورانا دي مشكله خصوصا لما يبقى عندك في لعيب في الفرقه اللي مشكلة. موجوده ضدك فيها سرعات واخد بالك حشيش تملي الراجل السريع بيتفوق علينا في العمق طبعا. شفنا ودي كانت مشكله منتخب مصر لو نرجع كمان لسنتين قبل كوبر صحيح. كانت مشكله منتخب مصر حته العمق صحيح. كل ما يبقى في سرعات بتعمل مشكله للمدافعين. انا بيبقى عندي يعني وانا بلعب يمكن وحشيش كان موجود معايا لما يبقى عندنا عنصر السرعه كده انا بروح الزق فيه طبعا. وحشيش بيعمل عمق ورايا صحيح. يعني بنلعب ما بقاش في عمق يا كابتن ماهر. ما هو دلوقتي ما بقاش في عمق لكن انا عايز اقول لك ان في اوقات برجع تاني لل بعد كابتن. هو كان حد بيهاجمكم اساسا؟ لا ده كان في هجوم هجوم كل قد ايه بجد افريقيا كمان كان في سرعات احنا الكابتن ماهر لما كان بيلعب احنا كنا بنلعب لا انت كنت بتقابل الانديه الافريقيه كلها منتخب الكاميرون كانوا ناويين ده بس انت كنت بتحل المشكله دي ازاي؟ انك انت طول ما انا في ظهرك طول ما انا الثقه دي بتزيد عليك انا اللي بفرض اسلوبي عليك وفي نفس الوقت كمان في نفس الوقت انت قلقان مني أيوة. الراجل اللي في ظهري ده على طول الراجل حاسس بالهوا في ظهري في نفس الوقت وانا اتضربت في حشيش عامل عمق ورايا. انا عايز اقول لك خليها واحنا اتنين برضك كويس يا ميدو. الحيز اللي في الكوره بقى الحيز في الكوره يعني الحيز لو جت لمحمد نجيب محمد نجيب بيتعامل معاه ويبقى ايمن هو اللي عامل كفرنج والحيز اللي عند ايمن يبقى ايمن اللي بيتعامل معاه ومحمد نجيب اللي عامل كفرنج. انا بدور خصوصا انا كنت مار ان هو استحاله يلعب باثنين راس حربه بالظبط يعني الترجي استحاله يلعب باثنين راس حربه. انا بدور على عنصر السرعه يا كابتن. انا بدور على عنصر السرعه تمام. في مشكله كمان بقى يعني تكمله للكلام ده انت بكره انت مش مطالب من يعني من حسام عاشور السوليه انهم ديفندرات يبقى مش هنلعب كوره. انت لازم واحد يبقى ديفندر صريح وليكن عاشور السوليه لازم يكمل ولازم التصويب من الخارج ولازم كذا. انما انت هتلعب اتنين ديفندر مع الترجي هنا في القاهره طب وبعدين مين اللي هيكمل ومين اللي هيلعب ومين اللي هيكمل؟ يبقى خصوصا احنا عندنا مشكله في الثلاثه اللي قدام طبعا قله الخبرات اللي هتبقى موجوده كدا. في الاثنين يعني وليد خلاص اوريدي موجود لكن الاثنين التانيين خبرتهم الافريقيه قليله ولازم في ماتشات زي دي يا كابتن ماهر انت نازل تكسب لازم يبقى في زياده عدديه في الحته الهجوميه ما بقاش مروان لوحده يعني فمطالب ان انت ما تبقوش الاثنين ديفندرات دولت لان انت برضو هتلاقي الترجي بيلعب بالاربعه وقدامهم الاثنين مقفل اكثر وبيعتمد على الحاجات السريعه. انت بقى عندك مشكلتين دلوقتي زي ما الكابتن ماهر قال. المشكله الاولانيه السرعات اللي من العمق وعندك الكور العكسيه الكور العكسيه اللي هم بيجيدوا اللعب فيها يعني بالظبط كده كبيره مشكلة كبيرة جدا. بص يا ميدو بص يا حشيش مفيش مشكلة زي ما بقول لك كده وانت طب يا كابتن ماهر معلش انا اسف انا بقطعك بس انا عمال افكر عمال اعصر بصراحة يعني ما الكابتن حسام بدري ما يفكرش مثلا اذا سعد سمير ما كانش جاهز بنسبة 100% يلاعب احمد فتحي مسك ويلاعب محمد هاني ناحية اليمين ولا ده موضوع صعب؟ هو انت عايز يبقى لك تقل على الاطراف عايز يبقى لك تقل التقل في الاطراف ولا تقل في العمق؟ رجعنا هو تاني اختبارات التقل في الاطراف الكروسات التقل في الاطراف وارد ولا التقل في العمق؟ وارد. لا سؤال وارد التقل في الاطراف ولا التقل في العمق؟ العمق اخطر الاطراف هتقدر انت كمان في تغطيه واقدر اغطي وبعدين حاجه يا كابتن ماهر انت كمان
لو لعبت فتح جوه هتخسر برضه جبهه يمين معتمد عليها اساسيه عند النادي الاهلي. برجع لسؤالي تاني يا كابتن حشيش. تمام. أأمن عمقي ولا أأمن الأطراف؟ العمق أخطر. أقول لك على حاجة، على حسب الجهاز الفني أو المدير الفني عايز إيه من المباراة دي. لا إحنا بنتكلم إحنا. ما هو أنت برضه بتحسبها. ما أنت خلي بالك أنا كمدير فني. أنا في غلطة جول. أنا في غلطة جول. تمام. أنا في غلطة جول. وفي نفس يعني الوقت أنت عايز تكسب. هو بص من ضمن طرق اللعب برضك وأنت في ملعبك يعني التركيز الهجومي بيبقى أكتر. طبعًا. خلاص. فانت ممكن محمد هاني يقدر يعمله من على الاطراف انك انت الجناحين بتوعك هيبقوا طايرين انت مش قلقان. تمام. هيبقى العمق بتاعك بس هو يمكن كده كده عندك شويه في اندرات. انا بامن على كلام عندك في اندرات اللي هناك المباراه اللي هناك ممكن صحيح. ممكن اودي احمد فتحي. تمام. محتاجه دفاعيا شويه. صحيح. يعني انا بتكلم كده يعني اذا سعد سمير ما كانش جاهز بنسبه 100%. وبعدين احنا برضو يعني انا عارف ان نجيب برضو عنده خبرات افريقيه ولعب كتير. بص يا كابتن حشيش بصراحه ما بيكون بعيد ويرجع تاني بعد فتره بيأدي وكويس. بس انا معاك الحته دي اللي هي نجيب واشرف لازم يبقى في بقى ديفندر من الديفندرات في حضن السرد باكين. انا بتكلم على السرعه كابتن. انا احنا شفنا ماتش الكاس كان في فرق سرعات يعني انت عارف برضه مين في نقطه. ايمن اشرف لعيب هايله ممكن حته السرعات دي برضه بتحد منها عن طريق التمركز الصح. يعني انت فاهم ازاي؟ ما انا برضو حته في حاجات كتير جدا. انا بتفق معاك حته التوقع برضو. ما انا يعني انا لما بكون متوقع الكوره في حته معينه باخد الستارت الاولاني قبل اي حد بغطي شويه على موضوع السرعه يا كابتن ماهر. بالظبط. يعني ما بقاش دايما حاطط نفسي لو في مهاجم سريع قوي ما بقاش حاطط نفسي ان انا هو ايكوال في واقفين على الخط واحد عشان نجري مع بعض هو يسبقني. هي لازم انا حته علاج المشكله دي حشيش. انا في رايي زي ما احنا كنا بنعملها زمان علاجها ان انا بنزل على اللون. يعني واخد بالك واحنا بنهاجم في راس حربه مثلا زي طه ياسين ده بيحب يركن. بالظبط. يبقى لازم حد بيركن معاه. صحيح. يعني واخد بالك انت. وبعدين الراجل الثاني مواسطا شويه هو هيبدا يحس ان في كل مكان بيروح يركن فيه. صحيح. واخد بالك في رقابه. صحيح. ها فيبدا يبقى عامل حسابه وقلقان. لكن وفي هو في اسلحه ثانيه يا كابتن ماهر برضه المفروض اللعيبه في الفاولات التكتيكيه اللي من على الجناب دي لا غنى عنها. موضوع السرعات لازم نص الملعب بالذات يعني نص الملعب بالظبط خطوره. يبقى حسام عاشور والسوليه بيبداوا يمنعونا تكتيكيا ان تمام. ان الهجمه ما بتروحش بقى للخط الخلفي سهله. واخد بالك زياده في الحته دي كلمه صغيره خالص. اتفضل. الخوف من حته العمق كمان ايه ان انا اعتقد ان ايمن اشرف هيبقى مايل تماما ناحيه معلول لان معلول طاير فعنده الحته دي هتبقى فاضيه فممكن يكون مايل شويه ناحيه الشمال فعشان كده العمق مهم. زي ما بقول لك بس حشيش هي محتاجه بس تركيز على فترات كثيره جدا. صحيح. وانت في حاله وانت بتهاجم الخطوره وانت بتهاجم. صحيح. ظهرك بيبقى مكشوف لانك انت جوه نص ملعب الخصم. تمام. فانت تمام. محتاج من الناس اللي ورا اذا كانوا ثلاثه او اثنين التركيز والعنان الصح يا بقى لو العدد والتركيز طبعا. لو راس حربه يبقى واحد ماسكه وواحد عامل عمق. صحيح. لو اثنين يبقى اثنين ماسكينهم وواحد عامل عمق. صحيح. الحاجات دي يا ميدو كمان بتطمنك انت لما بتحس ان ظهرك متامن كل كونتر اتاك عليك انت قتله ومفشله دلوقتي مظبطه عشان تحفظ لعيبتك يعملوا عمق دلوقتي صعبه جدا. لا انا بتكلم اقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن ماهر من خلال معرفتي بفرقه الترجي. طه ياسين الكنيسي هو محور لعب نادي الترجي في الناحيه الهجوميه. محطه بينزل واستلم ويطلع الناس. بالزبط. الراجل ده لو اتمسك كويس قوي قوي وما يلفش بالكوره لو لف بالكوره فيها مشكله هيروح مشكلة. او هيحطها لحد يجيد الحته دي على مستوى اللي انت متابع نادي الترجي او المنتخب التونسي هو ما بيعملش الحته بالزبط. دي بينزل يستلم يا كابتن ماهر وبيلف بالكوره بيجي خطر قوي بيحطها لحد في العمق يا اما هو بيروح بالزبط. وعنده هو تحس ان هو طول الماتش انه مش في اللعب وبعيد شويه بس ممكن بحركه واحده ده جزء من العمق. الجزء الثاني الكرات الثابته ميدو طبعا احنا برضك لازم على قد ما نقدر ان احنا في التلت الدفاعي بتاعنا انا عايز بس الفت نظر الساده المشاهدين ان احنا يا جماعه من اول مره ندقق قوي على الحاله الدفاعيه بتاعتنا علشان احنا عارفين فريق الترجي اتكلم بصراحه شويه. فريق الترجي فريق رخم قوي بلغه الكوره فريق متجانس افريقيا زي ما انا قلت فريق عنده حلول كتير جدا سواء من الاطراف سواء من على العمق واحنا بدا يبقى عندنا مشاكل دفاعيه نظرا للاصابات ونظرا للظروف الطارئه اللي جت علينا كمان الحاله الهجوميه اكيد حضراتكم كلكم عارفينها عندنا اسلحه هجوميه وليد سليمان عندنا كل الاسلحه الهجوميه حضراتكم عارفينها عشان كده بنتكلم في الحاله الدفاعيه وماذا يجب ان يكون او ماذا يجب ان يفعل الكابتن حسام بدري في مواجهه حاله الترجي الهجوميه. اتفضل يا كابتن ماهر.
النقطة الثانية اللي مهمة جدا اللي احنا بنتكلم على الأطراف، ان احنا نقدر نمنع الكروسات العرضية اللي بتمثل لنا خطورة، في نفس الوقت الكور الثابتة، لأن هم كلهم بيجيدوا، كل فرق شمال أفريقيا بتجيد الكور الثابتة، إذا كانت كورنر أو فولات جانبية أو فولات مباشرة، عندهم عناصر من الطول بيجيدوا ألعاب الهواء بشكل جيد. صحيح. فأنت النهاردة كمان حسام البدري من ضمن الحاجات الدفاعية التنظيمية انك انت الاطوال دي تتمسك بشكل جيد. صحيح. وتتحدد يا حشيش طبعا، يعني في المحاضره زي ما انت عارف زمان المحاضره بنحدده اللي هي قبل المباراه، واخد بالك الكابتن حسام اللي بيتكلم في الجانب الدفاعي بالذات. صحيح. ان كور الثابته اللي هم بيجيدوا اللعب فيها. صحيح. اذا انا راقب الاطوال دي وبارقام، يعني طه ياسين يبقى معاه فلان، الشعلالي يبقى معاه فلان، امين المساكني يبقى معاه كولوبالك، وهكذا حتى قلبي الدفاع لما بيطلعوا. صحيح. يبقى مين اللي موجود معاهم في الرقابه. بتوصل كمان يا كابتن ماهر لحد، وانت عارف طبعا ان ممكن لو واحد طويل قوي بتحط واحد قدامه بالظبط، ممكن يعني عشان يبقى تمنع قبل ما توصل. طبعا طبعا. في حاجه كمان يا ميدو عايز اقول لك عليها مهمه جدا، الشناوي عليه عامل كبير جدا طبعًا جدا في المباراه بكره. بتفق معاك طبعا، يعني لازم نتيجه للسرعات اللي احنا بنقول عليها دي لازم يبقى واقف في ظهر المدافعين. ايوه بالظبط، يعني على 18 وشايف كاليبرو، وفي نفس الوقت الكرات العرضيه ممكن يريح الناس بالظبط خالص، يطلع من غير ما من غير خوف. وطبعا بالتالي معروف انه لما الجون بيطلع بيبقى في حد بيمسك الجون بداله، فالنقطه دي مهمه جدا بالنسبه للشناوي، عليه دور مهم جدا 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 بكره. في نقطه فنيه ميدو انا عايز اقولها بصراحه للعيبه النادي الاهلي، لعبت النادي الاهلي في المباريات اللي بالشكل ده اللي زي الترجي والنجم الساحلي والمباريات الكبيره بيبان معدن النادي الاهلي. صحيح. اللعبه دي حشيش. صحيح. احنا بكره هنشوفها غير الصوره اللي احنا شفناها في المباريات السابقه. صح. اللعبه دي بكره هتلعب بمزاج، هتلعب. صحيح. بقلب، هتلعب بروح الفانيلا الحمراء. صحيح. شخصيه البطل، لعبت النادي الاهلي بتحب المباريات اللي بالشكل ده، المباريات اللي هي فيها جماهيريه، المباريات اللي فيها اللي بتسلط عليها الضوء. انا كان نفسي كنت بتكلم على الجمهور قبل ما حضراتكم تشرفوني. كان نفسي الجمهور يبقى مالي طبعا بصراحه، كان هيفرق جامد جدا جدا، لان انت هتقابل في تونس يعني جمهور النادي الاهلي الواعي اللي احنا شفناه على مر السنوات اللي احنا مش عايزين حقق كلها يا كابتن ماهر، تمنع الجمهور من الظهور، يعني تمنع الجمهور من الظهور. نتمنى ان بكره يبقى في 30,000 جمهور النادي الاهلي. 30,000 كنا نتمنى للاستاد مليان او الاستاد مليان، يعني واخد بالك حسب بقى ما هم مقسمين العدد قد ايه، محددين العدد قد ايه. فجمهور النادي الاهلي بيدي نوع من الثقه للعيبه. طبعا لعيبه النادي الاهلي لما تروح الاستاد وتلاقي جمهور الاستاد كله احمر. صحيح. بيحصل نوع من بيتغلبوا على التعب والضغط العصبي وكل حاجه طبعا، بتبدا الروح المعنويه للعيبه بتبقى يعني في اعلى درجاتها. صح. لعيبه النادي الاهلي بكره هتحس ان حاجة تانية، لعيبة النادي الأهلي بتحب المباراة اللي بالشكل ده، بتحب الأداء ده، إذا كان موجود في مصر أو في تونس، لأن إحنا ياما كسبنا الترجي في تونس، ياما كسبنا النجم الساحلي في تونس. أنا عايز أقول لك كمان من الحاجات الكويسة اللي أنا عرفتها، إن طبعًا كابتن محمود الخطيب اجتمع بالفريق وده أعتقد إن هو يعني هيديهم حافز كبير، لأن أنت عارف كابتن خطيب لما بيتكلم يعني يعني هيبقى يعني أعتقد إن اللعيبة هيفرق معاها قوي الكلام ده والحافز والقوه. بالظبط كده، يعني هو مجرد بس ان هو يحضر التدريب هيبقى فيها جميلة. يعني الحمد لله على السلامه وبنحييه على المبادره ان هو جه طبعا على تدريب الفريق، ودي حاجه طبعا كانت بتدل عن الخطيب يعني راجل رئيس النادي حاسس طبعا بقيمه الولاد، حاسس بالظروف اللي هم فيها، تأثيره هيبقى ايجابي ان شاء الله. هو برضك بيدي ثقه للجهاز الفني طبعا، احنا محتاجينها يعني. اكيد مبادره جميله. الترجي يا جماعه لعب 25 مباراه زي ما قلنا في الاول، عنده 44 هدف، يعني عنده قوه تهديفيه كبيره جدا ومميزه جدا. هدافه موجود معاهم، لكن الاهلي هدافه مش موجود اللي هو وليد ازارو اللي احرز اعتقد 18 هدف. عشان كده بقول لكم المباراه بنتكلم فيها بالشكل الدفاعي، ازاي الكابتن حسام بدري يتعامل مع هذا الفريق بكره، خصوصا القوه الهجوميه بتاعه فريق الترجي. يعني برده كابتن ماهر، الكابتن حسام بدري هيفكر يلعب المباراه ازاي او هيبداها ازاي؟ يعني انا من ضمن الحاجات اللي بحبها في اداء لعيبه النادي الاهلي واداء وشكل حسام البدري، انك انت ميدو كل ما بتبدا الربع ساعه الاولى بتضغط على الخصم من قدام بيبقى لك المبادره وبيبقى لك الفعاليه. يعني احنا نرجع بالتاريخ، يمكن الكابتن مصطفى يونس كان مستضيف الكابتن محمد صلاح، فبيقول له يعني مباراه الاهلي والزمالك ايامنا احنا جيل السبعينات، يعني النادي الاهلي كان بيكسبها ازاي؟ فمحمد صلاح رد عليه رد منطقي، قال له ما انت عارف
انت اول ربع ساعه او ثلث ساعه الاولانيه بتضغطوا علينا فبيجيبوا جولين بيخلص المباراه بتخلص المباراه بنفضل احنا بقى نحاول. فالنهارده اتمنى ان احنا يبقى عندنا اساليب من الضغط. يعني كابتن حساب طبعا بقاله سنتين محافظ اللعيبه طريقه اللعب والشكل والاداء، لكن عايز اقول ميدو انك انت في الربع ساعه الاولى حشيش لما بتضغط، وكلنا لعيب كوره وعارفين بتضغط على الخصم، الجمهور بيساعدك واللعيبه كمان بتاخد المبادره وانت بتاخد الثقه، والجهاز الفني بيبدا ياخد الثقه وبتبدا حتى مهما كانت قيمه الترجي يبدا يحسس انك انت نازل عندك انياب، عينيك حمراء، واخد بالك اصرارك على المكسب. وبعد كده يحصل نوع من التنوع بعد ربع ساعه. ممكن مفتقدين الروح شويه يا كابتن ماهر؟ ليه؟ الاجهاد يا ميد، والاجهاد كل 3 4 ايام. انا برضه هقول لك ليه بفكر، يعني والاصابات اللي ضربت النجوم بينه وبينك بصراحه مخليها نوع، عارف انت ايه؟ احنا كلنا لعيبه ومرت علينا لما العب سنتين منتخب وافريقيا ودوري وكاس واوروبا، انا وبطوله عربيه، انا واحد من الناس مريت بالظروف دي. خلال سنتين حشيش وانت تروح المنتخب ترجع النادي، تروح المنتخب ترجع النادي، حصل لك نوع من الاشباع، نوع من بلغه الكوره ارفع. بوادرها بقى ميدو بتقلل من شكلك الفني واخد بالك والبدني صحيح. وفي نفس الوقت تبقى انت معرض للاصابه طبعا. فانت النهارده واضح ان نجومنا فيهم نوع من نوع من الارفن. ايه رايك كرويه؟ بص الكلام اللي بيقوله كابتن ماهر طبعا في جانب صح، اللي هو نوع بعض اللعيبه جالها نوع من الملل، تلعب مع المنتخب وبتلعب دوري ودخلت على كاس ودخله بطوله لسه هتبتدي بقى البطوله الافريقيه وهتستمر لغايه كذا يعني في بعض اللعيبه برضو يعني الى حد ما مش عايزين نقول ان هي بتحافظ على نفسها شويه عشان المنتخب وعشان مفيش هزار دلوقتي، خلاص قربنا من كاس العالم ولازم كل واحد يعني مفيش فرصه للاصابه. فبعض اللعيبه برضو الى حد ما خايفه على نفسها، كذلك برضو بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش عندها نوع من عدم اقول ايه الثقه بالنفس، انه بيلعبش بقاله فتره بيلعب نتيجه للظروف، ان هو لازم يلعب نتيجه للاصابات. موضوع هنرجع لموضوع الضغط من البدايه، الضغط ده مهم جدا جدا، لان فرقه الترجي فرقه كوره عندهم اكتر من عنصر، عنده كوره، لعيبه كوره، لو ما اتضغطش عليها من البدايه ضغط في المنطقه اللي فيها الكوره سواء في الجناب او في نص الملعب هيلعبوا براحتهم هياخدوا الثقه، انما لما بتضغط على اللعيبه واللعيبه بيغلط، اللعيب بيغلط اللي قدامك مره واثنين، اللعيبه ما بتاثرش بالضغط. يعني انا افتكر مباراه السنه اللي فاتت كنت بتضغط عليهم ومع ذلك بيحطوا كره تحت رجليهم ويطلعوها صح وبياخدوا مساحات في ظهرك. انت لازم تضغط لسبب، لان هو طول ما هو معاه كوره هو الوقت بيعدي مش مشكله، هو حاطط في دماغه لو طلع مع النادي الاهلي درون بكره يبقى كويس بالنسبه له، اول مباراه في دوري المجموعات عند في ملعب النادي الاهلي هو مش عايز يخسر ميدو. طب كويس بالنسبه ازاي؟ احنا مش كويس بالنسبه لنا، انا زي اقول لك لازم تدوس على الترجي في البدايه لان هو المنافس الاساسي. يعني لو طلع الماتش درو بكره كويس بالنسبه لنا؟ بالنسبه للترجي مش بالنسبه لنا. مش بالنسبه لنا. طبعا انا في رايي، لان انت عندك مشاوير وبعدين عندك فرق، انت مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. دلوقتي اللي بيفكر ان هو يطلع اول مجموعه لازم على الاقل يكسب على ارضه يا جماعه، لازم. وانت بس وفي البدايه ومع المنافس لازم تكسب. يعني حشيش الظروف بردك يمكن متشابهه بين الفرقتين. انت بردك كنادي اهلي لو ما قدرتش تكسب هاخد المرحله الثانيه اللي هي التعادل، طبعًا. لان انا عندي لسه ادوار ثانيه ده اللي بتكلم فيه، محتاج ان انا اجمع من خلالها. لكن ما عانيتش، ما افضلش اقول لا انا هكسب لازم اكسب وبعدين ظهري يتكشف واخد بالك، ونبدا يحصل مشاكل عندنا ونبدا ولا ناخد المكسب ولا ناخد التعادل. صحيح. ما نتمناش كده ان احنا نوصل للمرحله الثالثه. توقعاتك ايه بكره يا كابتن ماهر؟ ان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله 400 كابتن. يعني بيبقى هدف في صعوبه المباراه من الناحيه النفسيه والمعنويه، وهدف انا شايف ممكن نحافظ عليه بشكل جيد. يعني مباراه طبعا قويه، مباراه صعبه جدا، مستوى الترجي انا متابعه خلال الدوري التونسي في الفترات الاخرانيه عامل نتائج كويسه، لعيبه فايقه زي بقول لك، لعيبه كتيره، قوام المنتخب التونسي اللي هو رايح لكاس العالم دي انا بقول في المقام الاول هتعتمد على رجاله النادي الاهلي مش نواحي فنيه. بكره عايزه عزيمه وعايزه ضغط من البدايه وعايزه مجهود كبير قوي عشان تخرج من القصه اللي انت فيها دي. مكسبك بكره يعديك حاجات كتير قوي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن ماهر، شكرا ميدو، نورتني وشرفتني. كابتن محمد نورتني، شكرا ميدو، ربنا يخليك. شكرا ان شاء الله. مباراه زي ما اتفقنا مباراه صعبه جدا ان شاء الله
رجاله الاهلي يظهروا بمعدنهم الاصيل وان شاء الله يفرحوا جماهيرهم، جماهيرهم اللي احنا ودايما بكرر وبقول محتاجينها جدا جدا يا جماعه، محتاجينكم جدا جدا يا جماعه، محتاجينكم تملوا الاستادات تاني، محتاجينكم تملوا استاد القاهره، استاد برج العرب، اي استاد يكون النادي الاهلي طرف فيه محتاجين الجمهور يرجع يملاه. عشان كده بقول لكم بكره طلعوا احسن حاجه عندكم عشان نقول للناس ولما نيجي نتكلم بقلب جامد جدا ان جماهير الاهلي لازم ترجع تنور الاستادات تاني ان شاء الله، عشان دايما بقول ان هي بتطلع الحاجه الوحيده اللي محدش او مفيش حد يقدر يطلعها الا الجمهور. دايما بتنوروني وشرفوني، وكل التوفيق للنادي الاهلي بكره وجماهيره وادارته وكل محبيه، ومع الف سلامه.